أما هلأ مساحتنا الطبية اللي رح نحكي فيها عن موضوع كتير شائع، رح نحكي فيها عن الفرق بين ألم الرأس العادي، الصداع الدائم، وأيضا نصف ألم الرأس وهو الشقيقة بالمصطلح العلمي. أحيانا بتكون الأعراض مرهقة ومؤلمة جدا لا تحتمل بالنسبة اللي عم ينصاب فيها، وإلى منعكسات على الجسم والنفسية ككل. بالضغوط بنلاحظ أنه عم تظهر هي الشقيقة وبتزيد بهذا الجو الموجود حاليا. يعني لهيك بدنا نعرف أكثر كيف نفرق بين آلام الرأس وأيضا عن الشقيقة بشكل عام، مين بتصيب أكثر وكيف ممكن أنه نتخلص من آلامها، مع الدكتور تامر تامر اخصائي جراحه عصبيه. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم دكتور. يعني بدايه التعريف اللي عرفته زينب عن الشقيقه، وخاصه بهذا الوقت عم نشوف كثير نوبات الشقيقه هي متزايده هلا، ومين ما بتقول له عم يوجعني راسي بيقول لك لا انا معي شقيقه، وصار عدم تمييز بين وجع الراس وبين الشقيقه. خلينا اول شيء نتعرف دكتور، شو الاختلاف بين وجع الراس والشقيقه؟ هلا الحقيقه يعني حتى نكون واضحين، هو الاختلاط عم بيكون بين الصداع التوتري نعم. اللي نحن بنسميه صداع توتري والشقيقه. اما بالاساس الشقيقه هي مجموعه من الاعراض بتشمل الام الراس. هلا الشروط اللي بتكون موجوده عاده انه بتكون الام راس نوبيه، يعني بشكل نوبات، يعني حدا عم يقول لك انا عم يوجعني راسي كل يوم صار لي شهر، صعب تقولي انه هذا عنده شقيقه فقط. قد يكون عنده شقيقة بس مرافقة نوع ثاني من الصداع نعم. أو حدا بيكون النوبات مترافقة مع ألم نصفي، سواء بجهة واحدة أو متنقل بين الجهتين، أو أحيانا صداع قفوي يعني متوضع في منطقة معينة من الرأس مترافق مع غثيان، مع إقياء، أحيانا مو دائما، مع تركيبة سريرية بخوف من الضوء، من الصوت، ميل للنوم. هذا كل المجموعة الأعراض تعطي اللي بيسموها الصورة السريرية أو التظاهرة السريرية لألم الرأس المرافق للشقيقة. أما ألم الرأس الأنواع الثانية في إلها كثير كمان مميزات تختلف عن الصداع اللي بنشوفه بالشقيقة. طب دكتور، شو أسباب حدوث الشقيقة؟ يعني دائما بنشوف أنه المعروف هو أنه نصف الرأس بجع انه هي الشقيقه، فبس خبرنا عنها شو اسباب حدوثها، ليش بتحدث مع الاشخاص، وليش للنساء اكثر معرضين من الرجال بالاصابه فيها؟ هلا الحقيقه في نظريات كثيره، نحن كلياتنا من ايام ما درسنا كليه الطب كان الموضوع عندنا بدراسه الشقيقه انه هي سببها توسع الاوعيه الدماغيه وثم تقبضها باليه هرمونيه، واتهمت طبعا الاستروجين في هذا الموضوع. هلا في السنوات الاخيره يعني خاصه في الخمس سنين الاخيره كانت الدراسات عم بتقول انه نحن لا، الموضوع هو اساسا خلل بعمل انويه المعصب المثلث التوائم اللي مسؤول عن الم العصب الخامس اللي بنعرفه كلياتنا الم مثلث التوائم، انه هو هي جزء من الم مثلث التوائم او جزء من الخلل او الالتهاب بهذا العصب اللي بيصير. بعدين بربط النظريتين مع بعض، كانت النظريه بتقول انه انخفاض مستويات السيروتونين اللي هو احد المستقبلات الموجوده بالدماغ عند الشخص، سواء بسبب بنيه وراثيه، مشان هيك بنشوف بعض الناس اللي عندهم شقيقه بالعيله فهن معرضين اكثر لينصابوا بالشقيقه، او بسبب اضطراب هرموني، مشان هيك النساء أكثر عرضة، وبنلاحظ انه في شيء اسمه الشقيقة الطمسية او اللي بترافق الام الدورة الطمسية اثناء او قبلها، او ببعض الحالات النفسية بنخفض مستويات السيروتونين، هذا بيحرض العصب مثلث التوائم انه يفرز ببتيدات من معين بتؤدي لتقبض الاوعية وزيادة حساسيتها، وهي بتلاقي تظاهر حدوث تظاهرات الشقيقة اللي هي الام الصداع النصفية، بتترافق احيانا مع اعراض عصبيه ثانيه، يعني في احيانا حالات شقيقه بترافق مع نقص بالرؤيه بالعين، في احيانا بتلاقي في نوبات شقيقه بتصير عندنا ضعف بالايد بالرجل او حس بالخدر والتنميل بالايد والرجل، وبعض حالات شقيقه بتتصاحب مع حتى بتوصل لمرحله الاهلاس البصريه او تغيرات شخصيه، يعني الانسان بيفقد الكاركتر تبعه او الشخصيه تبعه. صحيح دكتور. ايضا في يمكن اللي بيصيبوا نوبات شقيقه هن النساء حسب الدراسات اكثر عرضه
من الرجال، هي مثل ما ذكرت هلا انه في اسباب هرمونيه بتلعب دور، مثل ما بنعرف انه النساء هرموناتها دائما هي عندها اختلاطات بالهرمونات بتلعب في حال حدوث حمل احيانا، بفتره المراهقه، ما بعد المراهقه، بسن الحكمه كمان ايضا. ففي عنا هلا هون مثل ما حكينا النظريه نحن اتهم فيها الاستروجين. مستويات الاستروجين بتاثر كثير على مستوى السيروتونين في الدم وبتزيد من حساسيته وتاثير هذا السيروتونين على انويه العصب المثلث الدوائي. منشان هيك نحن بنلاحظ انه اكثر عند النساء واكثر في مراحل بيرتفع فيها الاستروجين وهي ما قبل الطمس. هلا في نظريات ثانيه انه لا، في بعض الناس بيقولوا انه مو كل شقيقه اللي عم نشخصها هي شقيقه حقيقيه، في شيء اسمه الشقيقه الطمسيه او الصداع الطمسي هو جزء من عسره الطمس. وهون ترجع لنظريه انه نحن لا، هل هو الفتاة بحد ذاتها في مشكلة عندها بالأستروجين، مستويات عالية من الأستروجين، ولا عندها حساسية للأستروجين اللي هو بيكون مستوى الأستروجين عادي أو بمستويات مرتفعة بس عندها هي مستقبلاتها حساسة للأستروجين بزيادة. طبعا هون لسه في كتير في نقاش على الموضوع، هل شخصه هو عسر الطمس بشكل شقيقة أم هو لا شقيقة عم تتظاهر بنوب مشتدة في أثناء هي الفترة. نعم. طب دكتور، مين اهم من هن الاشخاص المعرضين للاصابه بالشقيقه؟ يعني ذكرت عبر حديثك انه ممكن تكون وراثيه، وثاني شغله في شيء بيقولوا انه لازم يكون قاعد اللي مصاب بالشقيقه بالعتمه وما يستنشق روائح عطريه، فكمان هذا الشيء صحيح؟ هلا طبعا لك هي كلمه وراثيه، يعني حتى في ناس مثلا والله فلان عنده عمته عندها شقيقه، يعني هذا بده ينصاب بكره بالايام، لا ما هيك القصه صراحه، بس نسبه انه يظهر عنده شقيقه في الايام اكبر من نسبه شخص ما عنده حدا من اقاربه الدرجه الاولى عنده شقيقه. هذا اول شق من السؤال. الشق الثاني من السؤال، نحن بنعرف انه مريض الشقيقه بصير عنده حساسيه للصوت والضوء، يعني المنبهات اللي بتنبه الدماغ في حالة النوبة الشديدة بتزعج المريض بشدة، فبيميل للنوم في غرفة مظلمة وهادئة. وهي من المميزات اللي بتصير بصداع الشقيقة وبتختلف عن الصداع التوتري حقيقة. ومن المخرشات أيضا هي الروائح اللي بتخرش الأغشية المخاطية، لأنه كمان بترسل تنبيهات شديدة للدماغ اللي بيكون بحالة شديدة من مثل ما بقولوا توسع الأوعية والصداع الحاد، فبتلاقي بميل المريض للراحة والنوم لحتى يتجنب هذه المثيرات. تماما. وايضا دكتور خلينا نحكي عن نوعيه الاكل اللي لازم مثلا يتبعه الشخص اللي بتصيبه شقيقه، يعني احيانا مثل ما قلت انه في بيصير تنبيه للدماغ، معناتها القهوه، الكافيين، الشاي، اي منبه هو ما انه كثير منيح لمريض الشقيقه. وايضا في اكلات معينه اللي داخلها بهارات، احيانا في منهم بيقولوا انا والله الدكتور حماني عن الشوكولا، ما فيني اكل شوكولا لانه انا بتصيبني نوبه شقيقه، هل لها علاقه بتنبيه الدماغ؟ يعني بيكون في محرض للدماغ ممكن يزيد الحاله؟ هلا هون بنرجع للنظريه اللي حكيناها باول شيء، كلها بتلعب على دور مستويات السيروتونين بالدماغ. نحن طبعا ليكي هذا الحديث كثير اخذ وعطى فيه الاطباء والباحثين ودراسات، بتعرفي لانه النظريه تبع انه لا ما تاكل شوكولا، لا بعد عن الموز، بعد عن البهارات، بعد عن الاطعمه المحفوظه، هي يعني بالاخير كل الاطباء اتفقوا عليها لانه هي فعليا بتقلل من نسب السيروتونين بالدماغ، وبالتالي هي بتزيد من نسبه حدوث النوبه وبتزيد من شدة النوبة في حال حدوثها. طبعا فيها الأطعمة المقلية والبطاطا المقلية مقالي مزبوط، حدا كله في ناس بتخلط فيها انه لا هي بتخرش المعدة فأنا بصير بني إقياء فبصير معي نوبة الشقيقة. هي مو هيك، هي القصة كلها انه نحن بنبتعد عن الأطعمة اللي ممكن تتأثر على مستوى السيروتونين بالدماغ واللي ذكرتيها بحديثك. طب في علاج دائم للشقيقة ولا لا هو مرض دائم مع الإنسان؟ هلا هون طبعا في كثير كثير نظريات. اول علاج هو العمر، لانه غالبا مع انقطاع الدوره الطمسيه عند النساء بتروح النوب، ولكن دائما بيجينا نحن انه انا معي شقيقه ودرت كل الاطباء وما لقيت الا حل. في طريقين للعلاج هون، والمريض لازم يستوعبهم ويكون فهمان مرضه منيح.
طالما نحن عم نحكي على اضطراب بمستوى الـ 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 احد المستقبلات الكيميائيه بالدماغ السيروتونين مع حساسيه الانويه العصب مثلث توائم على هذا الاضطراب، فنحن هون اخذ حبه دواء شافيه وانه تغير وضع هذا ما هو موجود حاليا. بس نحن بنتبع طريقين، اول طريق وقائي بانه نخفف من حده النوبه، من شده النوبه، يعني ما تجي نوبه تقعد المريض بالتخت يومين، يعني اوكي وجعه راسه ساعتين ثلاثه ممكن يتعايش مع الامور. اثنين نبعد بين النوب، يعني في مرضى بيجيهم نوبه كل ثلاث ايام وهي هذا المريض ممكن تتعطل حياته بشكل كامل ويدخل باكتئاب ويدخل باختلاطات المسكنات وصداع المسكنات. فنحن بنحاول نخلي النوبه تجي كل اسبوعين ثلاثه. طبعا في بعض المرضى بيستجيبوا على هي الخطه الوقائيه وما بتعود تجيهم نواب ابدا. في منهم فعليا بيشفوا لنقول من هي المرحله بشكل كامل. اول شيء خطه العلاج ان الوقائيه بتتضمن اول شيء واحد اتباع نصائح الرياضه، تعلم كيفيه التعامل مع التوتر النفسي والمشاكل اليوميه، ثلاثه النوم الكافي، الابتعاد عن مصادر الصوت والضوضاء، أربعة بعض خمسة بعض الأدوية المعينة اللي بتساعدنا من مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة، لأنه التوتر بيلعب دور كتير كبير بأنه تجي النوبة وهي بتساعدنا. حاصرات بتا طبعا وهي شغلة بده يوصف الطبيب مو أي مريض، لأنه إلى اختلاطات جانبية وإلى خطة، يعني مفروض ناخدها شهرين ثلاثة ستة حسب المريض وشو تصنيفه. وفي أدوية علاجات تانية أثناء حدوث النوبة، منا التريبتان، عائلة التريبتان اللي هي بتلعب على مستقبلات السيروتونين، هاي الأدوية بتتاخد فقط أثناء بداية النوبة وحصرا بتفيد أكثر عند الناس اللي بتظهر عندهم شيء اسمه الأورا أو النسمة. طبعا الأورا والنسمة هي شيء بيحس فيه مريض الشقيقة أنه رح تجيني النوبة، بيشوف ضوء معين بيعرف حاله اليوم رح تجيني النوبة، أو بيسمع أصوات معينة بيعرف أنه هلأ بعد شوي رح تجيني النوبة، أو بحس إحساس غريب لك أنا حاسس حالي ماني طبيعي بده يصير معي شيء، أو أحيانا بلاقي حاله كتير مبسوط وهو بيعرف بدون سبب، بيعرف أنه هذا الشيء معناته بلش يتغير مستقبله، يعني بلش تتغير المادة الكيماوية بالدماغ وبالتالي رح في شيء رح يصير معه. هدول أكثر شيء بيستفيدوا على هي العائلة من الأدوية اللي هي تريبتان. طبعا بالإضافة للمسكنات العادية المعروفة لنا كلها، بالإضافة لعائلة الأرجوت، وهي هون هي بتلعب على ما بعد حدوث النوبة، وقت تتوسع الأوعية هي بتساعد بتقبض الأوعية. وآخر شيء في عدة نظريات اللي بيسموها شافية، وللأسف يعني هون أنا بس بدي ركز على الموضوع لأنه كتير بنسأل عنها. أول شيء عملية ربط الشريان الصدغي اللي بيقولوا لك نحن عملنا عملية ربط شريان فارتحنا، طبعا ثبتت بالإحصاءات وثبتت عبر الدراسات المتكررة أنه ما بتفيد بنسبة إحصائية مهمة، يعني هي ليست علاج للشقيقة، لأنه فعليا نحن عم نربط الشريان السطحي، أما المشكلة الحقيقية هي بالشرايين الداخلية بالدماغ واللي بالسحايا وليست اللي بالفروة اللي بنجرح ونربطها هون. بالتالي هو إجراء إحصائيا غير مفيد. هلا بيجي موضوع البوتوكس اللي بلش عندنا في بوتوكس للشقيقة. طبعا هلا البوتوكس للشقيقة فعلا أخذ هو الموافقة لجنة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الشقيقة وصداع التوتر الاثنين، يعني هنا نميز هي بعالج الشقيقة وصداع التوتر بس، ولكن له شروط معينة. شروط لتطبيقه، يعني انت ما بيصير نقول والله نحن بدي اعمل جلسة بوتوكس لعلاج شيء، ما هيك التصنيف، ما هيك بتاخد، يعني مثل اللي بده ياخد حبة التهاب اوغمانتين او مضاد جرثومي اوغمانتين حبة وحدة ليقول والله انا عم اعالج التهاب قصبات جرثومي، هذا مو كافي، ممكن يتحسن بس مو كافي. مفروض ياخد من 7 ل 14 جلسة حقن بوتوكس بعدة مناطق وليس مناطق تجميلية تشمل العضلة الصدغية وعضلات القفوية، ونسبة التحسن هي هون اللي ننميزها انه مو الكل رح يتحسن، بالرغم انه اخذ كامل الكورس العلاجي نسبة التحسن ما بتتجاوز من 60 ل 65%، وهي نسبة مقبولة، يعني في مرضى ممكن عندهم النوبة كل 3 ايام او كل يومين، إذا بيتراجع عندهم النوبة للمرة بالشهر يعتبر بالنسبة لهم تحسن كتير كبير. طبعاً.
نعم دكتور، ايضا بنشوف اطفال يعني عم يعني بسيبوا نوبات شقيقه، يعني لسه ما اكتمل نموهم، لسه هرموناتهم ما انتظمت، وايضا بصيبهم شقيقه. يعني في سبب معين كمان وراثي انه الاطفال بصير عندهم شقيقه، او مثلا في اسباب ثانيه ممكن؟ هلا الحقيقه الشقيقه عند الاطفال هي من اصعب الامور اللي ممكن تواجهيها، لانه صحيح نحن بنعرف انه التعامل الطفل مع التوتر ومع الضغوط النفسيه غير تعامل البالغ. بس بالرغم من هيك في عندنا حالات تجينا على العياده اطفال بعمر 7 سنين وثمان سنين ل 12 سنه صحيح وعندهم نوب صداع هائله وشديده. هون في كان عده نظريات، وكان في استاذنا الله يرحمه كان يقول دائما انه بهي الحاله الصداع اللي عم يصير او الشقيقه الطفليه بتترافق مع اضطراب في كهربائيه الدماغ وتحريض العصب مثلث الثنائي قبل ما يكون المشكله بمستقبلات السيروتونين. طبعا هي وارده وبتتماشى اكثر مع وجود مشاكل وراثيه بالعائله خاصة بأقارب الدرجة الأولى. حقيقة علاجها عرضي بالمسكنات، ما فينا معظم الأدوية اللي بنعطيها للبالغين تماما. هي هي الفكرة إنه الأدوية للأطفال قديش مهم كمان، مو مثل مثلا بكون الأم مع شقيقة بتاخذ مثلا دواء كثير ثقيل ممكن تعطي نص حبة لابنها، يعني قديش كمان غلط هذا طبعا الموضوع. أكيد دائما الشعار الأول بطب الأطفال انه الطفل ليس بالغ صغير تماما تماما، نص حبه هذا شيء ثاني طبعا. لا يعني لا ممنوع تماما، في ادويه ممنوع ياخذها الطفل في عمره، لانه مو والله حسب وزنه بدنا نعطيه الجرعة. لا لا ما هيك القصه. طبعا الشقيقه الطفليه تعالج فقط عرضيا، اما مضادات الاكتئاب ثلاثيه الحلقه حاصرات بيتا مركبات الزوميتان ممنوع تستخدم عند الاطفال تماما، وهذا الشيء بننبه عليه دائما. تعالج بشكل عرضي، تعالج بانه نبعد الطفل عن المنبهات اللي قلناها. وعاده الخبر السار بهذا الموضوع انه الشقيقه الطفليه في معظم حالاتها ما بتستمر مع الطفل، انه خلال سنه سنتين ممكن تختفي، طبعا الاسباب غير معروفه ليش اختفت عنه، وممكن تتظاهر بعدين بعد فتره طويله، يعني بعد 20 او 30 سنه ترجع تتظاهر عن الطفل. طب دكتور، يمكن في كثير من الاخطاء الشائعه اللي بتصير لمرضى الشقيقه واللي بتزيد حالتهم سوء، يعني ممكن يصير في عندهم ادمان على مسكن قوي حتى. خلينا نحكي عن هي اهم الاخطاء الشائعه، وشو اهم النصائح اللي ممكن توجهها لكل العالم اللي عم يعانوا من الشقيقه؟ هلا اهم اخطاء الشائعه هو استخدام العشوائي للمسكنات، يعني في حدا بيجي بيقول لك يعني حتى اللي ما عنده نوبه عم ياخذوا مسكن خلص صار ادمان. طبعا بيدخلوا بشيء اسمه صداع مسكنات. أيه. يعني في عندي كثير مرضى مثلا انا ما بطيب على نوبه الشقيقه الا بابره الديكلون، بيراجعني انه ما عاد استجاب على ابره الديكلون، بتقيسي أيه. ضغطه صار 18 او 180 اذا نلتزم الدقه. ليش؟ لانه صار باختلاطات الديكلون، دخلنا باختلاطات وتاثير المسكنات على بقيه اعضاء الجسم. في كثير اخطاء ثانيه مثلا ممكن نواجهها، مثلا احيانا في مرضى بيكون معهم صداع توتري هو عم يؤدي ل حدوث نوب الشقيقه، فبياخذوا البروزياك او الزولوفت كمضادات اكتئاب، اللي بتكون احيانا حتى الاكتئاب نتيجه الشقيقه. فبياخذوا هي الماده مع عائله التريبتان، وهدول بيجي عندهم عاصفه السيروتونين، وهي عاصفه مميته، يعني ما أنا موضوع مزحه ابدا خلط هدول الدوايين مع بعض، ولو انه نادره، بس هذا من الاخطاء اللي كثير بنشوفها عند المرضى، انه عم ياخذ هذا المضاد الاكتئاب مع هذا الدواء، وهذا عم يعرضه لمشكله كبيره. في ناس تستخدم عائله التريبتان كمسكن، الزوميتريبتان او الزوميجران بيستخدموه كمسكن، كل ما وجعوا راسه بياخذ الحبه، لا هو مشخص شقيقه، ثاني شيء ما بيعرف انه هي العائله هي من مقبضات الاوعيه، وهي لها تاثيرات قلبيه كبيره وخطيره عند استخدامها المديد. برجع باكد انه لها تاثير قلبي شديد الخطوره عند الاستخدام المديد، لانه بيساوي اضطراب بنظم القلب. وهون في ناس كثير بتقول لك مثلا انه انا عم باخذ حبه مرتين باليوم صبح ومساء مشان ما تجيني النوبه، وهذا خطا جدا كبير. فقط قبل النوبه او ببدايه النوبه، وممكن تنعاد الحبه بعد ساعه حسب المريض واذا ما عنده مشاكل قلبيه، وهي من الاخطاء الشائعه.
كثير مرضى بيتعالجوا على اساس انهم شقيقه وما لهم مشخصين انهم شقيقه. يعني انا بدي شخص انه شقيقه، التشخيص هو سريري واستقصاءات للنفي الاسباب الاخرى. في كثير مرضى نحن عم يتعالجوا شقيقه سنتين ثلاثه، بعدين بيرجعوا لعنا لما ما بتتحول القصه من صداع نوبي لصداع دائم، نكتشف انه عندهم اورام بالنخامه، اورام بالدماغ، في عندهم مشاكل اخرى، خسارات بالاوعيه الدمويه، وكانوا بالاساس عم يتعالجوا على اساس شقيقه. هي كمان من الشغلات اللي كثير لازم ننتبه عليها وننبه عليها، انه لا، اي مريض صداع ولو انه انا شاكك انه سريريا هو شقيقه 100%، ولكن لازم نعمل الاستقصاءات الثانيه لنفي الاسباب الثانيه اللي قد تكون مشاركه. قد يكون مريض الشقيقه عنده آفات مرضية بالدماغ يجب معالجتها. صحيح. دكتور، يعني مع هالمعلومات المهمة هيك بدنا نتشكرك، وإن شاء الله هيك تكون لنا وقفاتنا، إن شاء الله يكونوا مشاهدينا قدروا يستفيدوا من هيدا النصائح والمعلومات، وخاصة بمجال المسكنات اللي هو صار شائع جدا، وأخذ المسكنات دون استشارة الطبيب، أهم شيء استشارة الطبيب قبل البدء بأي علاج. شكرا كثير لوجودك معنا دكتور.